وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. السيد أسامة، بعد التحية نبارك لكم تحقيق مملكة البحرين لهذا الإنجاز المميز عبر مؤسستكم الموقرة، ولو تطلعنا سعادتكم عن ماذا يعني أن تحافظ مملكة البحرين على الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك للعام الثاني على التوالي. في البداية السلام عليكم ومساكم الله بالخير والمشاهدين بكل خير. الحفاظ على كوننا مصنفين في الفئة الأولى كالدولة الأولى والوحيدة حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كلها هو تحقيق لرؤى صاحب الجلالة سيدي الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبلد يعمه الأمان والعدل والمساواة في التعامل لكل من يعيش على أرضه. ولذلك أول القول أن نرفع لصاحب الجلالة التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد. فما قمنا به هو نتاج لعمل حكومة واحدة متكاملة تضافرت فيها جميع الجهود، وليس جهود اللجنة الوطنية وحدها، ولكن هو إنجاز للمملكة بكافة أجهزتها. الحفاظ على هذا على هذه المنزلة وهذا التصنيف، وكما ذكر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تصريح له بهذه المناسبة يوم أمس، هو إنجاز في حد ذاته. فأنت تقيم والدولة تقيم وتقيم جهودها كل سنة، والوصول إلى الفئة الأولى في العام الماضي لا يعني بالضرورة الاستمرار في الفئة الأولى لو لم نستمر في نهجنا وسياستنا تجاه الحفاظ على حقوق كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. نعم سيد أسامة، ما هي المقومات التي جعلت مملكة البحرين تتبوأ تصنيف الفئة الأولى ضمن الدول الأكثر نجاحا في مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثاني على التوالي؟ هناك ثلاثة أعمدة نعم ترفع هذا الإنجاز ينظر إليها واضع التقرير. العمود الأول هو أن تكون الدولة على علم بالممارسات الموجودة التي قد تشكل صور من صور الاتجار بالأشخاص والعبودية الحديثة كما تسمى، وقد وضعت أنظمة لمحاربتها. فالشيء الأول هو وجود الفلسفة التي تبنى عليها الجهود، وليس جهود تمشي دون فلسفة ودون رؤية. العمود الثاني هو المنجزات الموجودة على الأرض، سواء كانت تشريعية في شكل قوانين وقرارات وإجراءات، أو فعلية كوجود مراكز ومراكز إيواء وأنظمة إلكترونية لإدارة القضايا وغيرها، وتعاون مختلف السلطات مشكورة لهذا المنجز. العمود الثالث وهو العمود الذي البحرين فعلا تتميز فيه، وهو الوعي المجتمعي، أن لا تكون جهود الدولة منفصلة عن وعي المجتمع بها ووعي المجتمع بهذه الجريمة ومحاولة القضاء عليها. فأن تكون الأنظمة قائمة والمجتمع منفصل عنها، هذا لن يؤدي إلى الارتقاء في هذا التصنيف. وبالتالي مملكة البحرين ولله الحمد تضافر الجهود الحكومية والشعبية تحت رؤية القيادة الرشيدة لما يجب أن تكون على البحرين هي التي أوصلتنا بحمد الله ومنته إلى هذه المنزلة. نعم السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز المميز عبر مؤسستكم الموقرة. كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.